نفسس اللي هو لو الضغط يكون بين بقى ثروبين تمام؟ ايه التريتمنت بتاعه؟ جنرال ده اكيوتايتس انفكشن سيستميك انتيبايوتكس وانالجيزيك وانتيبايوتك كريم لوكال. طب لو كون ثروبين بين يبقى الخراج استوى يبقى في باص انسيجن ودرينج دونت سويز. يعني لما تعمل انسيجن دخل الجلد بتاعك وافتحه يمين وشمال فوق وتحت بحيث انك تفتح كل اللوكيليشن يفض الصديد براحته لكن دونت سويز. عملت سويزنج كفرنا السنة ثروبوزس ده ابسس مثلا معايا. يبقى فرانكلين دونت سكويز هنا وهنا. نيجي بعد كده للفيستيبولايتس. الفيستيبولايتس دي اللي هو انفلاميشن واكسكوريشن تسلخات اكسكوريتد تسلخات في السكين اوف الفيستيبول. دي تيجي لمين يا قريش؟ ساعات كنت نازله من الصبح من بيتكم على جراج العماره تمام لقيتي الواد الغلبان ابن السايس صاحي من الفجر واقف في الشارع علشان يمسح لك العربيه ولقيت مناخيره حمراء وشقاقه من هنا والمبربر. هو ده نزله البرد بتنزل ديستشارج. الديستشارج عامل تسلخات في كل الجلد بتاع الفيستيبيول معاه بكل. احنا لما البرد يطول معاك وتقعد تلف كتير تلاقي الحته دي حمراء ومسلخه اكسكوريتد. يبقى ده ديفيوز انفلاميشن في السكين اوف الفيستيبيول يوجوالي سكندري للديستشارج بتاع الكومن كولد تمام. الكلينيكال بيكشر طبعا ديفيوز ريدنس واكسكوريشن تسلخات معايا في السكين بتاع الفيستيبيول بتاع النوستريل. التريتمنت زي التريتمنت بتاع الفرانكل بقى تمام اللي هو عباره عن جنرال سيستميك انتيبايوتيك وانالجيزيك لوكال انتيبايوتيك كريم. دي ما فيش فيها اسمها لو كون ابسس تعمل انسيشن لان ده ديفيوز ما فيش لوكالايزد سبيس علشان يكون ابسس. نيجي للميزان ديفتيريا. النيزا الدفتيريا بقى فاكر الدفتيريا الاورجانيزم بتاعها كان اسمه ايه؟ كورين بكتيريا الدفتيريا كان جرام نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ وكان عيبه ايه؟ انتراسيلولار كان جوه الخليه جوه السيل معايا؟ انا عايز اقول لك على حاجه لما كانت الدفتيريا اولا بتعيش فين؟ الكورين بكتيريا الدفتيريا موطنها فين في الجسم؟ الثروت بالذات كريبتس وبروتونسول والنيزوفارينس معايا؟ لما كانت تيجي في الثروت كانت بتعمل سولو ممبرين. السولو ممبرين ده كان يونيلاترال ولا بايلاترال؟ باي ده العين مات ده اسمها الخناق باي مات يبقى يونيلاترال. اول ما يبقى باي مات انت ما شفتوش يبقى هي يونيلاترال. يونيلاترال هنا راح طالع لفوق يونيلاترال هنا راح نازل على اللارينكس يونيلاترال هنا يبقى هو برايمري ايه فرنجيال يمتد سكندري للنوز يمتد سكندري للارينكس. الفارنكس اسمه ايه باللاتيني؟ فوشز. اذا الفوشيا الدفتيريا برايمري. الفوشيا الدفتيريا ايه؟ برايمري. بينما النيزل واللارنجيا الدفتيريا سكندري الفوشيا. واضح الكلام؟ تمام. يبقى اذا يوجوالي سكندري الفوشيا الدفتيريا لان الدفتيريا بتعيش في الفارنكس يبقى سكندري للفوشيا. تعمل يونيلاترال سولو ممبرين هنا يونيلاترال هنا يونيلاترال هنا يونيلاترال يونيلاترال سولو ممبرين وبالتالي يونيلاترال نيزا اوبستراكشن يونيلاترال سيروسانجنس ديستشارج. يعني ايه سيروسانجنس؟ معرق بدم. ليه معرق بدم؟ لان الممبرين دي بلي ادرا لما تشيله يحصل بليدنج. فاكر الكلام ده؟ ويتكون غيره. يبقى اذا يونيلاترال سيروسانجنس ديستشارج واوفنسيف لان الممبرين ده مكون من ايه؟ اورجانيزم ميت على باص سيلز على فايبر نتورك فالتيشو اللي ميته النكروتيك تيشو دي ريحتها وحشه. تاني مره اقول يونيلاترال اوفنسيف نيزل تشارج ان تشيلدرن. لكن هل في ديفتيريا لعبت يا دكتور؟ لا. يبقى الفورم بودي نمره 1 و2 و3 و10 و20 والديفتيريا 170 معايا؟ خلاص؟ دكتور مش انا عندي فارنكس واحده ازاي يونيلاترال؟ يعني يونيلاترال يعني ناحيه واحده. طيب ده كلمه يونيلاترال الفارنكس يعني هي واحده؟ لا هو يونيلاترال يعني وان سايد. فهمت الكلام؟ زي ما انت عندك تمثيلتين يبقى اسمها يونيلاترال. فاهم؟ يا رايت يا ليفت. نيجي للكومن كولد او الكورايزن. يا سلام يا صلاح.
الست دي قرفانه من جوزها، جه الصبح عمال يكح ويعطس ويرشح خايفه ان تتعدى منهم. هو ده الكومن كولد يا اسراء، معايا؟ الكرايزا او الكومن كولد كوستيك اورجانيزم راينو فيروس، الله اكبر على السيره. راينو فيروس، الراينو فيروس ده يا اولاد اكتر من 100 انتيجينيك تايب، وبيغير ده. وانا في سنه ثالثه كانوا بيقولوا في الميكروبيولوجي اكتر من 100 انتيجينيك تايب، ما بالك دلوقتي وصلوا كام؟ 100. ده يهمك برضه، ما تتقال 100 برضه، بس يدلك على ايه؟ ما ينفعش فاكسينيشن، بيغيروا، بيحصل ميوتيشن معاه اكتر من 100 انتيجينيك تايب. المود ايه التطعيم بتاع انفلونزا الموسميه؟ انفلونزا وليس كومن كولد، فهمتي؟ انفلونزا فيروس وليس كومن كولد. ده لعب بالالفاظ علشان يكسبوا فلوس. واحد مستورد حاجه بيسوقها قال ايه نزلات البرد، لا ده انفلونزا. مود اوف ترانسميشن دروبليت انفكشن. يا دكتوره ايه، سعادتك دلوقتي قاعده جنب الدكتوره ايه وما معكيش منديل تنفي، ايه ادتك المنديل وكانت نفه فيه دروبليت انفكشن، اتخمست منديل واحد معايا، يبقى ده دروبليت انفكشن. واحد عطس عكر لنا الهواء وهكذا، ده دروبليت انفكشن. البريد سبوزنج الدروبليت، البريد سبوزنج اهي ما عرفنا ان الجوزه اهي خايفه وفي نفس الوقت خايفه تحرجه. البريد سبوزنج فاكتور الاوفر كراودنس، الزحمه، بتركب اتوبيس شبابيكه مقفله وفيري باد فنتليشن، تمام؟ واحد عطس على الباقي، درس واوضه مقفوله و100 واحد قاعد عطس على الباقي وهكذا، يبقى اوفر كراودنس. لو اميونيتي، تيجي للي عنده لو اميونيتي دايبيتك وكده اكتر، الاكسبوجر للتمبريتشر تشينجز. ليه لما يتعرض لهواء ساقع او هواء سخن يجي له نزله برد؟ ديستراكشن السيليا. انت ليه بتقول للعيل اللي عنده نزله برد يشرب ليمون فيتامين سي؟ يريجنريت السيليا، يريجنريت السيليا، مش كده؟ اللوكال اميونيتي، تمام؟ اكسبوجر للتمبريتشر تشينجز. طب بعد ما ايه خمست في المنديل مع ايه يجي لها نزله برد بعد قد ايه؟ من واحد لثلاث ايام، تمام؟ اللي هي الانكوبيشن بيريود، فتره الحضانه. تعالوا يا اولاد نشوف نزلات البرد بتمر بالمراحل الاتيه. دلوقتي الدكتوره ايه بعد ما خمست في المنديل الصبح في الدرس، تمام؟ هتروح البيت كويسه قوي. على اخر النهار بدا يجي لها بون اكس، وجع في العظم، وحرقان فزورها من ورا ورا المناخير، افتكر بنفسك وبتعطس، انت فاهم؟ ومناخيرها ناشفه، حرقان ونشفان وعطس. الظاهر انا داخل على برد، دي اسمها ايه؟ برودروما او سكينك ستيج او فوسفوريسبشن ستيج. تاني يوم يظهر عليها البرد الحقيقي، ترشح وتعطس وحراره وانسداد، هو ده البرد الحقيقي. كاتارا ستيج، كاتارا يعني ديبو كونجيشن في الميكوزا، تمام؟ اللي هي فوز ديليتيشن هايبريميك ستيج. الستيج الثالثه ممكن تحصل وممكن لا، لو حصل سكندري بكتيريال انفكشن، ده مش فايرال بقى، دي فايرال. لو حصل سكندري بكتيريال انفكشن، تمام؟ هتلاقي المخاط بقى ملون بعد ما كان ميه رشح من فوز ديليتيشن، لا بقى برابير ملونه اصفر او اخضر على حسب الاورجانيزم، يبقى بكتيريا وبعدين تخف. ناخد المرحلة الأولى البرودومال ستيج. الدكتورة آية روحت بيتهم، الله ده أنا مهمدة قوي على آخر النهار، ده أنا مهمدة قوي، ده فصلي بتوجعني وعضلاتي، وتعطس عطستين وحرقان ورا مناخيرها ونشفان. الظاهر أنا داخل على برد، أصل أنا كنت قاعدة جنب فلانة اللي كانت بتعطس معايا. يبقى دي المرحلة اللي تسبق الكلينيكال برزنتيشن بتاع البرد. بوني إكس، تكسير في العظم، دراينس في المناخير، نشفان من فوسكوليستريشن، بيرنينج سنسيشن ان ذا نوز، مش ان ذا نوز بس، ورا النوز، وسط نيزل، سورنس، حرقان معاه، وسنيزنج وعطس. كاتارال ستيج بقى العكس، فاوز ديليتيشن وانكريز كابيلري بيرميبيليتي، تلاقي الميكوز احمر جامد من الكونجيشن، تمام؟ تلاقي بقى نزله البرد اللي بجد، فيفر، هيدك، ماليز، انوريكسيا، حراره، صداع، ماليزيا مدان، انوريكسيا، ملوش نفس الاكل، تمام؟ لوكال باير، اللي بيجي له برد بيجي له ناحيه واحده ولا اثنين؟ اثنين. هو في واحد بيجي له برد على ناحيه واحده، تمام؟ بايلاترال نيزل اوبستراكشن بالفاسوليتيشن، بايلاترال ووتر نيزل ديستشارج،
stage of secondary bacterial infection. ممكن تحصل وممكن لا يا دكتورة آية. تمام؟ تشك فيها لو البرد طول عن 3 أيام وجالك مخاط ملون، يبقى كده secondary bacterial infection. الحرارة والصداع والمليس والأنوريكسيا زادوا. البيلاترال نزل اوبستراكشن هي هي ما خفتش. وبدأ يجيلك بدل وطري ميوكوبيرولانت. مخاط بصديد مسفر أو مخدر. تمام؟ خلاص؟ stage of recovery تحصل في خلال 3 أيام لو حصل secondary bacterial infection. وتبقى زي الفل الفيروس سايكل انتهت. اما هيطول لغايه اسبوعين لثلاثه لو حصل سكندري بكتيريال انفكشن. لما تيجي تكشف على العيان اللي عنده نزله برد تلاقي عنده حاجه ولا حاجه خالص. مجرد تبص في مناخيره تلاقي الميوكوزه حمراء ومورمه اللي هي الكاترال ستيج. مقببه كده وحمراء بس. متغطيه بوتري ديستشارج لو في الكاترال ستيج. متغطيه بمخاط ملون لو حصل سكندري بكتيريال انفكشن. تلاقي برابير ملونه جوه مناخيره. يا اصفر يا اخضر على حسب الاورجانيزم معايا؟ دكتور بايلاترال نيزل اوبستراكشن بالفازو دايليتيشن حضرتك بالفازو يعني ايه مش فاهم يعني ايه اوبستراكشن بالفازو دايليتيشن؟ ما هو الفازو دايليتيشن نفخ الميكوزا عملت اديما فقفلت قفلت مورمه بقى قفلت هيرويدا علشان كده بتاخد مواد فازو كونستريكشن تقوم تفتح الكومبليكيشنز بتاع نسله البرد. فاكر كلمتي ليك اول ما اتقابلنا تالت حصه جميع الانفكشنات في الاي ان تي بدات بنزله برد. راينايتس دخلت على الساينس ساينسايتس عن طريق الاوستيا الميتس دخلت على الاوستيكال توبورتايتس ميديا نزلت على الفارينكس فارينجايتس نزلت لارينجايتس برونكايتس. انت عندك فكره ان البرد ممكن يموت؟ انتوني كوين الراجل بتاع عمر المختار كان راجل اولد والاميونيتي بتاعته واطيه جاله نزله برد مات برونكو نيمونيا نزلة برد برونكايتس ونيمونيا معايا وبالتالي نزلة البرد ممكن تموت فاكره؟ تمام؟ اذا وده نايب اي ان تي بس عشانك ما تعرفوش نايب اي ان تي بس ما كانش اسرع يعني نايب وزاره الصحه بعد ما خد الماجستير يعني ويسقط اول مره يسقط ثاني مره نجح بعدها بشهر شهرين مات من نزلة برد نيمونيا معايا؟ يبقى اذا ساينسايتس اوبتايتس ميديا فارينجايتس لارينجايتس برونكايتس. سمعت عن واحد جاله نزلة برد فقط حاسة الشم بعديها؟ ده كتير قوي قوي قوي. تخيل يقول لك انا ما عدتش بشم. طب سبقها نزلة برد الفيروس ضرب الاولفاكتوري فيلمنت عمل له حاجة اسمها بريفرال نيورايتس فيرال بريفرال نيورايتس او بريفرال نيوروباسي دمر له الاولفاكتوري فيلمنت. اي نعم كلنا واحنا عندنا برد لا بنشم ولا بنتذوق مؤقتا لان المناخير مقفولة. انت هتشم ازاي؟ بعد ما تفتح المفروض ترجع حاسه الشم ما رجعتش يبقى الريفاكتوري فيلمنت بتاعتك حصل لها نيورايتس يبقى ات مي بي بيرمننت ات مي بي بيرمننت ماشي الكلام؟ تمام. التريتمنت بقى بتاع نزله البرد يا صلاح افتكر نفسك وانت عندك برد يا صلاح بترقد في السرير ما تجيش الدرس بس ما عندها برد ما عندهاش برد طيب بترقد في السرير تشرب سوائل دافيه كتير وعصير ليمون وتاخد اسبرين علشان الحراره وهكذا سيمتوماتيك. بس طب ايه اللي خلى يجيلك برد؟ انا وقعت خير من العلاج تخمسي في المنديل ليه يا اكل؟ ما تحط كيس مناديل معاك يبقى افويد البريد سموزنج فات. تمام؟ يا دكتوره ايه؟ ايه 2 اصحي لو سمحتي. فاكسينيشن از اوف نو فاليو. بيحصل ميتيشن معايا؟ الكيوريتيف بقى كومبليت بيد ريست بليد وفورم فلويدز ليه اي واحد عنده انفكشن في اي حته في جسمه اولاد بياخد سوائل دافيه كتير؟ عشان تعمل دايلوشن للاورجانيزم. الفيرينيا اللي في دمك دي بدل ما هي نقطه حبر في كوبايه صغيره نقطه حبر في برميل فانت بتعمل دايلوشن علشان ينزل مع اليورين والكلام ده معايا؟ يبقى اذا كومبليت بيد ريست بليد وفورم فلويدز انتي بايوتيك تو بريفنت السكندري انفكشن معايا علشان ما يقفش سايس وي 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 انالجيزيك انتي بايوتيك بارامول ابيمول بنادول اسبرينا معايا انتي هيستامينك خلي بالك من حاجه الانتي هيستامينك بتتعطى في انهي مرحله في الكاتارا الفازوليتيشن تمام اما لو جه ميوكوبيرولان ما تديش انتي هيستامينك هيعمل دراينس انسيكيشن لا هتوبي لاين اكشن بتعمل دراينس وانا عايز لو ميوكوبيرولان تبقى دايب وينزل معايا لكن لو كاتارا انا عايز ينشف انا عمال اشرح له نار ميه تمام؟
فيتامين سي تو ريجينيريت السيليا وبالتالي بيزود اللوكال اميونيتي بتاع الريسبيراتوري تراك. اهو الواد ده حاطط له الترمومتر بيقيس الحراره، عامل له كمادات، راقد في السرير، عمال يشرب سوائل دافيه وهكذا. عارف المجموعه؟ سمعت عن المجموعه اللي هو تروح للصيدلي عندك برد يقول لك خد المجموعه كبسوله انتيبيوتيك على فيتامين سي على بنادولة او اسبرينا، انت فاهم؟ تاخدهم والله مش عارف ما فيهوش خالص، بس عايز اقول لك انا خدتها بيتزا الحصان نفسيا خلاص. واخد بالك؟ ده في دكاتره ولا حتى الكونجستال ولا حاجه. لا لا الكونجستال بيفرق بصراحه بس بينام. لا السودو افيدرين بيعمل غصب ريستريكشن. ده في دكاتره ذهبوا الى العن من هذا في المستوصفات. بيروح جايب حقنه افيل انتي هيستامين مع حقنه انتيبايوتيك مع فيتامين سي، وبدل هي اورال لا يديها. واخد بالك؟ والعيان بيقول لك باخد الحقنه ببقى زي الحصان، ومسماها برضه المجموعه. بس ايه؟ اكيد ما هو ده الفيرست جينيريشن انتي هيستامين. انا ما اخدوش طبعا ده الفيرست جينيريشن ده. ما في ادويه كتير فيها سودو في دريم بس، فانا دول ساينس سودو في دريم بس. اعتقد ادويه ساينس برضه الكلارينيس. انا قلت للدكتور ان انا مش الكلارينيس الكلارينيس وبرضه برجع عندي برد يا ستي. ما تخبسيش في المنديل ورياح دماغك معايا؟ لا بالمناسبه الكلام ده كلام مصري. بره ما بتدوش انتي بايوتيك في البرد خالص، ممنوع بالقانون. بره في حاجه اسمها الفاميلي ميديسن. بره سكندري بكتيريا انفكشن احنا بندي بقى احتياطي عشان على طول الدنيا ماشيه. انا عملت ما بديهوش، ولكن احنا بنقول كلام المصريين. انا عندي سؤال، لو ما ينفعش احنا عارف البرودوكت اللي يخش في السيجل اللي بعدها؟ لا صعب، الفايرال سايكل صعب، صعب بالظبط. ما بتديهوش انتي فايرال، ما بيموتش بالانتي فايرال. لو كلامك صح تديله انتي فايرال. لا ما بيموتش بالانتي فايرال. بس دكتور سنه الاعراض بتاعت الكورونا بعد الاشكال بالسيمتوماتيك تريتمنت. طبعا يا عم خلي الناس تجي لها برد وخلينا نشتغل. طب انت شايف اسمها ايه بقى؟ لو حد عنده برد بيروح لدكتور ايه انتي؟ ما هو ده الخطا بقى. ولاد برانش الان تي برانش غالي جدا. برانش غالي غالي، بس تلاقي كل دكاتره الان تي مش عارف ليه يقول لك ايه؟ برانش ميت وما بيجيش عيانين ومش عارف ايه. برانش ان تي برانش غالي جدا ولكن مسروق. بمعنى عيل جاله اكيد اوتيتس ميديا يروح لدكتور الاطفال ما يروحش ان تي، جاهل من العيانين. غريبه جدا يعني. واحد جاله برد تلاقيه راح لدكتور البطن وما جاش لدكتور الان تي. خبر اسود ليه؟ واخد بالك؟ فهو برانش مسروق، لكن لو هتمشي بالحق والمستحق لا ده برانش غالي جدا. بسم الله ما شاء الله من اكتر البرانش. الايام دي العيادات واقعه لان الحاله الاقتصاديه بتاع البلد تعبانه، لكن اكشوال برانش اي ام تي من البرانشات اللي شغاله جدا. واخد بالك؟ يعني البرانش اي ام تي بيجي له عيانين اكتر من البطنه والجراحه. اللي عنده اللوز دي اكتر حاجه. وفي عيانين جاهل عندهم اللوز بيروحوا لدكتور البطنه والاطفال. تخيلي بقى. واول ما دكتور الاطفال يتزنق والعيان محتاج عمليه يروح بعته. يعني معظم عيانين اللوز اللي انا بعملها عمليات مبعوثين من دكاترة الأطفال ريفير معايا؟ طيب الإنفلونزا بقى. الإنفلونزا دكتورة آية سؤالك كان غلط. الإنفلونزا مختلفة جدا عن الكومن كولد، مختلفة تماما. دو كورس بالرايمو فيروس ودو كورس بالإنفلونزا فيروس. الإنفلونزا فيروس المشهورة تراديشنال تايب أي بي سي تمام، لكن في إنفلونزا فيروس ثانية. في إنفلونزا آسيوية، في سواين فلو، في مش عارف إيه، في كذا حاجة معايا. سيميلر للكومن كولد بس الكوست اوف اورجانيزم مختلف. كلينيكال بيكشر مور سيفير، الكومبليكيشنز مور كومن تمام. يعني انفلونزا الخنزير مثلا بتعمل بلوريسي وبتعمل مينجايتس وانكفالايتس معايا، وبتعمل جيان باري سندروم معايا. يبقى كومبليكيشنز مور كومن. طالما انت حددت الفيروس يبقى ممكن تعمل فاكسينيشن. نيجي للاكزانسيماتا. الاكزانسيماتا الواد اللي عنده راش زي ما في كفر من بره في لايننج من جوه. زي ما الميوكوزا حصل لها رش من بره يحصل ميوكوزايتس اللي هي انفلاميشن في الميوكوزا من جوه. فهي زي الانفلونزا بالظبط تمام، بس معانا رش والكلينيكال بيكشر مور سيفير.
ودي اللي كانت تعمل نيكروتايزنج وتايتس ميديا. حد عايز حاجه؟ خلاص كده نيجي للكرونيك هايبرتروفيك راينايتس. دكتور صلاح بتشوف واحد مدخن عندك حد من قرايبك مدخن شارك؟ لا المدخنين الشارقين تلاقيه هو بيتكلم صوته مخنف وتلاقيه عمال يلف كل شويه لانه الشكمان بتاعه ملتهب اللي بيطلع دخان وبالتالي حصلوا هايبرتروفي من الاريتيشن هايبرتروفايد ميكوزا. فاذا الديفينيشن بتاعه ده كرونيك نون سبيسيفيك راينايتس كاركترايزد باي هايبرتروفي اوف ذا ميكوزا اوف ذا نوز. طب ايه اكتر حته في الميكوزا اوف ذا نوز تبقى هايبرتروفايد اللي بيتوصلها الهواء في الاول الانفيرو تيرمينالز. بص الصوره دي هايبرتروفي هايبرتروفي في السي تي. طب بص كده اتروفي اتروفي معايا ده هايبرتروفي هايبرتروفي التيرمينال ده عباره عن عضو مغطى بميكوزا الميكوزا ورمت هايبرتروفايد من الاريتيشن. الكوزز ريبيتد اكيوت راينايتس كل شويه برد 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 كل شويه اديمه 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 تبقى هايبرتروفايد تمام بس ده كرونيك. طب هو ليه ريبيتد او ريكرنت اكيوت راينايتس؟ عشان بريد سبوزنج فاكتور موجود. مثلا ايه خمست في المنديل جالها برد ما اتعلمتش الدرس بعد اسبوعين ثلاثه خفت خمست في المنديل مع حد تاني جالها برد وهكذا البريد سبوزنج فاكتور. المدخن بيدخن على طول بريد سبوزنج فاكتور موجود. اللي ساكن في بوليوشن ساكن في بوليوشن على طول كل شويه يجيله انفكشنات. فاذا نمره اثنين عملت واحد البريزيستنس بريد سبوزنج فاكتور عمل ريكارنت انفكشن. الالرجيك راينايتس الحساسيه بتعمل كل شويه تشم حاجه حساسه ليها اديما في الميكوزا اديما في الميكوزا اديما في الميكوزا تبقى هايبرتروفايد. برولينج ديوز اوف دي كونجستد نيزال دروبس. يا دكتور احمد جاب ما شفتش واحد مدمن نقط مناخير؟ العينين بيسموها ادمان مدمن نقط مناخير. عندهم مشاكل اللي هي برزولين اتروتريفين افرين. تعرفوا ناس كده؟ اه ده في ناس حاطينها في جيوبهم وكل شويه بيعمل ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ فازو كونستريكشن سيمباثومايميتك فازو كونستريكشن اللي هو سيمباثومايميتك بس لوكال تمام؟ كل شويه فازو كونستريكشن مناخيره تفتح الميكوزا تكشف مناخيره تفتح يتبسط بعد شويه الافكت يروح يروح مطلع فازو كونستريكشن مناخيره تفتح. هو بيلعب على مين؟ بيلعب على الماسكلوزا بتاع البلاد فيسل كل شويه فازو كونستريكشن فازو كونستريكشن فازو كونستريكشن. الريبيتد فازو كونستريكشن ده بيجهد الميكوزا الاستيك فيبوظ فيفك الاستيك باظ بتاع البلاد فيسل حصل سيفير فازو ريتيشن والنقط ما عادتش بتجيب نتيجه خلاص تمام. بقول لك يا ابراهيم بيبدأوا يدخل النوع تاني من النقط ويقعد معاهم فترة وبرضه فازو ريتيشن اسمها رايلانس ميديكامنتوزا اللي هي الماسكلوزا باظت. فاكر يا ابراهيم لما انت كنت بتذاكر فارماكولوجي السنه اللي فاتت وكنت مزنوق في المذاكره وانت قاعد تذاكر عمال تلعب في الاستيك بتاع البيجامه بتاع بنطلون البيجامه الاستيك ده كان حاصص على وصفه جامد فانت عمال تفتح وتسيبه يضرب فيك تفتح وتسيبه يضرب فيك ومش واخد بالك بعد ساعتين الاستيك هيحصل له ايه؟ هيفك خالص. هو هو ده المسكلوزا معايا؟ هو ده المسكلوزا يا اولاد الاستيك باظ اسمها ايه بقى؟ راينايتس ميديكامنتوزا. دي كانت سؤال امس كيو معايا؟ ما تبقاش تشد في الاستيك يا صلاح خلاص؟ فهمت يعني ايه راينايتس ميديكامنتوزا؟ فهمت برونج ديوز اوف نيزا دروبس بعمل ايه؟ تمام. ايه الكلينيكال بيكشر؟ السيمتومز بقى اولا ده هايبرتروفايد ميكوزا تربلت كبرت فتؤدي الى بايلاترال نيزا اوبستراكشن وطالما فيه اوبستراكشن يبقى فيه بس مفيش اورجانيزم. هو اي نعم كرونيك بس مفيش اكتف اورجانيزم دلوقتي ده اورجانيزم اثناء الاكيوت ريبيتد اكيوت لكن دلوقتي جاي لي في مرحله كرونيستي. طالما الميوكوزا زادت يعمل اديشنال سيرفيس للميوكوس سكريشن يبربر كل شويه. طالما في اوبستراكشن يبقى في ديستشارج بايلاترال ميوكويد نيزل ديستشارج ومفيش نيزل ديستشارج من قدام بس انتي وبوست نيزل. تلاقي المدخن قريبك عمال يشن ويجيب المخاط من ورا ويتفه معايا وعمال يلف ويجيب المخاط من قدام معايا هو ده. طيب تعرفوا منين لما تكشف عليه؟ تبص بالانتورا روسكومي تلاقي هايبرتروفايد ميكوزا. طب ما يمكن هايبرتروفايد وكونجستد من البرد فازو ريتيشن في الهايبرميك ستيج
طب اعرف منين ان ده برد ولا ده كرونيك؟ اديله فازوكونستريكتور على حته شاشه صغيره كده وحطها له في مناخيره 5 ل 10 دقائق قول له ارتاح بره. يدخل لك بعد 5 10 دقائق تبص لو كشت يبقى دي اكيوت برد، ما كشتش لان بيبقى في حواليها فيروسز يبقى دي كرونيك. Does not shrink on application of vasoconstrictor drops. مع الدخان ومع مع الالرجيك راينوس لما تطول مع اي حاجه ثانيه بقى او ريبيت اكيوت. ما انا عملت له سيتي شوف ده محتاج ايه؟ تقص له التابلت تبرد كبرت. التريتمنت بتاع الكرونيك راينايتس تريتمنت اوف جابوز نمبر 1 يا اخي بطل دخان بقى يا اخي عايد الحساسيه اللي عندك تريتمنت اوف جابوز معايا ميديكال نيزل ستيرويد ستيرويد نيزل سبراي اديله فليكسونيز اديله نيزونكس اديله نازاكورت معايا كل شويه ستيرويد نيزل سبراي صباح مساء الستيرويد انت اديمتس انت انفلاماتوري عشان لو في شويه اديما وانفلاميشن معايا. طيب سيرجيكال بقى لازم تعمل ريدكشن للانفيروتيربت ريدكشن يعني تصغرها هنا يا ولاد لما يكون واحد مناخيره كبيره قوي لما تسرخ الجلد وتنحت العظم الزياده دي اسمها بتعمل لها ايه؟ ريدكشن. طب ولو واحد مناخيره صغيره قوي وعايز اكبرها له بجيب له حته عظمه من الانتيرو سيدرو الى الاسباين واسلخ له الجلد والحفها على عين الكنوز واحطها له هنا دي اسمها بعمل له ايه؟ اوجمنتيشن. يبقى اذا اوجمنتيشن عكس ريدكشن. انا هنا عايز اعمل ايه ريدكشن ولا اوجمنتيشن للتربنت؟ ريدكشن لانها كبرت قوي فبعمل لها ريدكشن. ريدكشن بواحد من ثلاث طرق. سيبك من نمره واحد دلوقتي علشان ما عادش مستخدمه على نطاق واسع. بارشل تربنتومي باجي للتربنت واشيل تلتين واسيب تلت. ما هو اصل ربنا خلقها مصبات للهواء برضه. فبشيل التلتين واسيب التلت. معايا؟ طيب يبقى اسمها بارشيال. طب ايه رايك يا دكتور احمد لو عملت توتال تربنكتومي؟ عملت له مصيبه. ليه؟ المناخير فتحت على الاخر. فالهواء داخل كتير. الهواء الكتير يعمل ايه؟ ينشف يعمل اتروفيك راينايتس. بعد ما كان هايبرتروفي بقى اتروفي كله ريشن. انت لو بقك مفتوح للشارع ليل ونهار مش الميكوزا هيحصل لها اتروفي؟ معايا؟ اذا اوعى تعمل توتال تربنكتومي. بارشل تربنكتومي قال ايه بتنزف وبتاع هي فعلا هاي فاسكولار بس انا طول عمري بعملها الحمد لله بتعدي فراحوا عاملينها بالليزر ليزر تربنكتومي. الليزر جهاز بيطلع شعاع ليزر بيكوي وهو بيقطع وهو بيقص بيكوي. على فكره انت بتقص عظم وسوفت تيشو عشان ما يتكونش تاني. ما هي التربنت دي عظم سكيلتون عظم وميكوزا هايبرتروفايل فانت بتكسر وتقص بالليزر بتشق على طول بشعاع الليزر. معايا؟ ليزر تربنكتومي تو افويد البليدنج. انا عمري ما عملتها بالليزر الحقيقه. انا بعمل بارشل تربنكتومي سيرجيكال عادي جدا تمام؟ طب يا دكتور في ناس بيعملوا ايه؟ سب ميوكس دايترمي، دايترمي اللي هو الكي. يا دكتوره ايه اصحى يا بنتي. بصوا يا اولاد الحاجه لما بتتحرق بتكش ولا بتزيد؟ بتكش. السمك بيبقى منفوخ كده لسه قبل ما يتحط في النار، بعد ما يتحط في النار حجمه بيقل. معايا؟ فاذا تم احرق التربنت دي تقوم تكش بس البول سكيلتون موجود. اروح جايب ابره حاططها تحت الجلد هنا مثلا سيل وحارق السبيتينس تيشو اتحرقت فالجلد يروح هابط على العظم. ايه رايك اعمل الحركه دي؟ احط ابره هنا واحرق الميكوزا دي كشت هنا هنا بس السكيلتون ايه؟ موجود. اذا ممكن ترجع تاني بعد سنه سنتين يجي لك تعملها تاني. صب ميوكس دايترمي. صب ميوكس يعني تحت الميوكس ممبرين. دايترمي اللي هو الكي. طب ليه صب ميوكس؟ ليه مش على طول على الميكوزا؟ علشان ما دمرلوش الميكوزا. فانا حطيتها من تحت الميكوزا وحرقت فتروح الميكوزا لازقه في العظم. وصلت اللعبه؟ العمليه دي انا عمري ما عملتها في حياتي. عمليه ما بتاخدش وقت خالص وسهله جدا. بس العيان هيجي لك بعد سنه سنتين يقول لك الحاله رجعت تاني، اعمل لك سب ميوكس دايترمي تاني، لا يا عم انا عايز بارشل تربنكتو من البدايه وخلاص. حد عايز يسال؟ فهمت يا احمد سب ميوكس دايترمي؟ لا السب ميوكس دايترمي ده بيوصل بالكهرباء وتروح حاططها وكاوي هي المفروض بيتحرق فتكش. البريك سكوزنج فاكتور موجود مثلا عين بيدخن بتاع فيحصل هايبرتروفي تاني. ما هي لسه موجوده.
اما البارشل تبريك انت شفت السكيلتون بتتكون ده ازاي؟ يبقى ده طرق الريدكشن بتاع الانفيرو تيربنت يبقى اللارج تيربنت كرونيك اتروفيك راينايتس موضوع مهم جدا 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 جا بروبلم سولفنج السنه اللي فاتت في راوند من الراوندات اعتقد يا اول يا تاني راوند من فضلك اكتب على العنوان باللغه العربيه فصحى جنب العنوان اكتب جنب العنوان الست اللي بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه وجوزها شامه اكتب بالعربي اسمها ايه؟ اشمعنى الست؟ لانه اكتر في الستات الست اللي بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه وجوزها شامه وبعدين قال نقول الراجل برضه يعني مش كده ولا ايه؟ ماشي امجد كتبت بذمتك؟ معاكش كتاب ليه؟ ما اشتريتش الكتاب؟ خلاص اشتري واحد تاني خلي معاك النهارده مش مشكله خلاص كده يا اولاد الست اللي بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه وجوزها شامه بالمناسبه لو انتوا عايزين ناخد الاتروفيك راينايتس ونقف على كده ممكن انا ما عنديش مانع اللي انتوا عايزينه معايا علشان تذاكروا ورايا بس لان النوس هتخلص يوم السبت ان شاء الله معايا وباذن الله الثروت ياخد له 10 ايام ونقعد في البيت 10 ايام وتكوني قبل الامتحان بثلاث اربع ايام نتقابل انت متضايقين من الصحيان بدري ده هو شهر هنخلص المنهج فيه ايه؟ بيبقى اخر اسبوع في الراوند يا يوم ثلاثة يا أربعة هو احتمال يبقى 1/12 30/11 كده يعني ايوه كل الراوندات كده تمام كرونيك اتروفيك راينايتس ست اللي بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها مش شامه وجوزها شامه ده ايه ده الديفينيشن ده موضوع مهم خلي بالك موضوع مهم جدا اهم من الهايبرتروفيك راينايتس الديفينيشن بتاعه ده عباره عن كرونيك نون سبيسيفيك راينايتس كاركترايز باي للاسف الشديد اتروفي لكل حاجه في المناخير يا قريش كل حاجه اتروفي للميكوزا بالكونتنت بتاع الميكوزا ايه الكونتنت بتاع الميكوزا؟ ميكوزا الجلاند بلاد فيسلز نيرفز بالسب ميوكوزا سب كونكتيف تيشو بالبولي تيربلنت ياه كل حاجه تشد جوه المناخير علشان كده المناخير وسعت من جوه كلمه السر في الاتروفيك راينايتس رومي نوز وسعت قوي معايا نقول تاني كرونيك نون سبيسيفيك راينايتس كاركترايزد باي اتروفي للميوكوزا والكونتنت ميوكوزا وصاب ميوكوزا وكونتين بلاد فيسلز نيرفز يعني ايه؟ يعني ما عادتش حاسه بمناخيرها من جوه؟ النيرف حصل لها اتروفي ما عادتش بتشم؟ النيرف حصل له اتروفي والميوكوزا معايا؟ ما هي ما بتشمش خلاص؟ يبقى اتروفي كل حاجه حتى البوني تربل الكش اتروفاي السبب في نوع برايمري وكلمه برايمري يعني اولي لم يسبقه شيء ونوع سكندري يعني سكندري سبب البرايمري اللي هو لم يسبقه شيء وده الكومنست يجي للفيميلز اكتر اوف انون كوز يجي بايلاترال لان ده بيقولوا اوتو ميون فهيجي بايلاترال سيستميك معايا بنلخصها في كلمه ذهب هو السبب مش معروف لكن بنلخصها في كلمه ذهب ديفيشنسي اوف ايرن اند فيتامين اي اكتشفوا ان الايرن والفيتامين اي داخل في الانتجريتي بتاع الميكوزا والدانوز بيخلي الميكوزا والدانوز مور هيلثي معايا اي ديزيز مش معروف بنسميه اوتو اميون اوتو انتي بوديز اتكونت هرمونال استروجين ديفيشنسي علشان كده بيبتدي في حدود سن 13 14 15 سنه لان البنت عند 13 14 15 سنه سن البيوبرتي المراهقه محتاجه استروجين كتير علشان الديفلوبمنت بتاع السكند سكس اورجانز معايا فالاستروجين نيد زاد عن اللي موجود عندها يبقى استروجين ديفيشنسي وعلى فكره الديزيز ده يجي للرجاله برضه بس اكتر في الفيميلز طيب اوتونوميك امبالانس سمباثيتك اوفر تون اوفر اكتيفيتي ازاي؟ جهاز السمباثاوي اشتغل جامد عمل فاس كونستريكشن اسكيميا الميوكوزا ماتت اتروفي معايا فاكر؟ تمام باسيلس اوزيني او كليبسيلا اوزيني انفكشن كلمه اوزيني اللي هي
مفردها أوزينا اللي هو إيه؟ ريحة وحشة نكروزس تشو ميتة ريحة وحشة علشان كده بعمل نكروزس للتشو وبالتالي offensive discharge ريحة وحشة تمام؟ secondary يعني secondary السبب أنا قلت سبب من شوية يعمل atrophic rhinitis التوتال تربينكتون مش كده؟ اهي operation زي التوتال تربينكتون لو تشالت كلها المناخير اتفتحت على اخر الهواء داخل نشف فاكر يا اس اتش تمام والله ما انت فاكر حاجه شكلك طيب شوف جرانيولوما يعني ايه جرانيولوما رينوسكليروما ودمرت الميوكوزا لوبس ودمرت الميوكوزا سيفلس ودمر الميوكوزا جميع انواع الكرونيك سبيسيفيك انفيكشن اللي هي جرانيولوما ممكن تعمل سكندري اتروفيك راينايتس تمام واحد اتعرض للراديشن كان بيعالج كانسر هنا 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 اتعرض لإيراديشن أو إيراديشن نتيجة لسلاح أو حاجة فالإيراديشن ده دمر الميوكوزا يعني إذا السكندري عبارة عن تدمير الميوكوزا فالميوكوزا اتدمرت حصل لها أتروفي ديفيتد سيبتم على الوايدر سايد السيبتم في النص يا أولاد طب إيه رأيك لو اتعوج على ناحية بقى ناحية واسعة وناحية ضيقة مين اللي يحصل فيها ضمور الواسعة الواسعة الهواء داخل كتير نشف معايا يبقى إذا ديفيتد سيبتم على الوايدر سايد اسكيميا فاس كونستريكشن السمبثاوي اشتغل اكتر كل الديتيلز بصوا يا اولاد التربلت كشف ازاي مناخير وسعت شوف التربلت كشف ازاي وشوف الصوره اللي قبلها هايبر بروفايل طبعا السي تي الحصه اللي بعد الجايه هناخد السي تي ان ديتيلز ان شاء الله الكلينيكال بيكشر اربع سيمتومز واربع ساينز وما هي النوز كلها الا نيزال اوبستراكشن ديسشارج وما هي الا ديفنس وتنفس معايا نيزال اوبستراكشن اوبستراكشن ازاي يا دكتور ده تخريف يا دكتور ده المناخير وسعت قوي يبقى اوبستراكشن ازاي احساس من المريضه ان مناخيرها مقفوله وهي مناخيرها مش مقفوله ليه لان ما عدتش الشمه السوعيه بتاع الهواء انا مستمتع والهواء داخل حاسس هي مش حاسه هي حاسه ان الهواء مش داخل لان ما عادش عندها احساس في الميوكوزا وصلت يبقى ده سبجكتيف ولا اوبجكتيف سبجكتيف يبقى ديو تو لوس اوف سنسيشن دالس اوف سنسيشن علشان اتروفي النيرف اندنج والميوكوزا يبقى اذا نيزال اوبستراكشن ان سبايكو فور مينوس نيزال ديسشارج مفيش اوبستراكشن من غير ديسشارج ليه الميوكوزا لما اتدمرت لسه في ميوكوزا الجلاند شغاله لا قول 10% لسه شغالين مثلا و90% اتدمر فالميوكا سيكريشن اللي موجود يا قريش قليل لان الميوكوزا الجلاند سيكريشن قل من التدمير اللي حصل والهواء اللي داخل ايه كتير فالميوكوس القليل نشف بالهواء كتير فالمخاط البرابير لما تنشف تكون قش القش اللي انت بتلعب في الصيف كده وتطلعه من مناخيرك من الدراينس يبقى اسمه كراست عرفت الكراست تكون ليه الهواء داخل كتير والمخاط قليل عارف وهيتش تمام طعمه حلو بيتعمل في سندوتشات تمام ده كراستي كراستي جرينش بلاك جرينش بلاك ليه لانه اصلا متخزن بقاله فتره نيكروتيك تيشو نشفت ومخاط وهكذا اوفنسيف مش انا قلت لك في نيكروسس يبقى اوفنسيف على فكره العيان مش شم اللي حواليها شامين هي مش شامه ليه؟ اطرف الفاكتور ميكوزا والفاكتور فيلمنت معايا؟ يبقى نوت بيرسيفد باي ذا بيشنت علشان كده بنقول جوزها شامم وهي مش شامه معايا؟ النوزميا ما عادتش بتشم اطرف الفاكتور ميكوزا ابستاكسس لما تشيل الكراست لانه لازم يبقى اربعه سيمتوم نيزر اوبستراكشن اند سبايكو فروم النوز طب ممكن يجي نيزر اوبستراكشن اوبجيكتيف يبقى بجد؟ لو الكراست سد لو الكراست اتكون وقفل لكن ده رير يوجوالي كراست بيبقى على الول مش قافل نيزل شارج كراست جرينش بلاك بص هذه الصوره الجميله شوف المنظر المقرف المنظر الغبي بتاع المخاط المعفن الاخضر الاسفير اللي بقاله فتره واستمتع بالريحه وانت بتنظف مناخير العيان هو العيان مش شامم حاجه خالص وانت شامم وبسم الله ما شاء الله قلت الكشف يتقلب واخد بالك وتضطر توقف كشوفات لما العين لما التمرج يدخل ينظف ويرش وبتاع علشان عينين التانيين ما يعرفوش منك تمام
انوزميا علشان اطلب في الميكوزا وبستاكسس. الكلام ده هتحفظ زي اسمك. الساينس بقى الاكزامينيشن اربعة ساينس. انتيرو انوستومي الاقي الميكوزا ايه؟ اتروفايد ما عادتش هيلتي ما عادتش بتلمع بقت ضل تمام اتروفايد ودراي دراي ميزا الميكوزا تمام؟ والاقي التربن اتكشف ولا كبيره؟ كشف اتروفيك تربنت واحد واثنين عملوا ثلاثه رومينوز مناخير واسعه واسعه ومليانه ايه؟ برابير ناشفه كراستس لونها جرينش بلاك ريحتها اوفنسيف لازقه ولا مش لازقه؟ لازقه تشيليها يجي دم تشيليها بالكيف يجي دم لازم تشيلها علشان تنضف مناخير العيان تمام؟ وهو ده ريد برانش ايميتي انك عمال تشتغل في برابير واخد بالك؟ اتروفيك نيزال ميكوزا اتروفيك تربنت واحد واثنين عمل رومينوز كراستيشن جرينش بلاك اوفنسيف وادرنت بتجيب دم لما يتشال. يا دكتوره ايه اصحى يا بنت جبت الفشاشه ايه بقى هات الفشاشه هتصحيكي لما تنامي. التريتمنت بقى بتاع الاتروفيك راينايتس علاج الاتروفيك راينايتس عالج السبب يا دكتور احمد لو هي سكندري السبب اما لو برايمري انت ما تعرفش معايا لا ميديكال تريتمنت ولا سيرجيكال. بالمناسبه نفس عناوين الهايبرتروفيك راينايتس تريتمنت تريتمنت اوف لاكوز ميديكال سيرجيكال. ميديكال ايه اللي جايب الريحه الوحشه عند الست؟ الست دلوقتي خايفه ان اولادها يتضايقوا منها وجوزها او الناس في الشغل فهي مش عايزه الريحه تبان فتعمل ايه؟ ايه اللي جايب ريحه وحشه؟ القش. طب ما تذوب القش بالكلاين زردوش يا ولاد الغسول القلوي ده انت عارف الكربوناتو صوديوم بايكربونات اللي بيحطوه على الطعميه تنفش والكلام ده الكربوناتو ده كانوا بيستخدموه في تبييض السنان. الكربوناتو ده بيشيل الصدى بتاع السنان. الكربوناتو ده بيدوب اي حاجه فهم بياخدوه على ميه دافيه على ملح علشان يدوب الكراست. يبقى الكلاين زردوش بيصلب الكراست تضرب سرنجه كده على ميه دافيه وتقعد تنزل الكراست اسمه ايه؟ الكلاين زردوش. الاجانب خدوه مننا وعملوا دلوقتي في الصيدليات ميه البحر بيتباع ب 60 70 جنيه شويه ميه ملح على كربونات اللي هو الالكالين نزل دوش معايا؟ طيب من طول بارافين اويل نزل دروبس مش انت ريحه مناخيرك وحشه؟ حط زيت نعناع يبقى ريحه حلوه تو نيوترلايز الريحه الوحشه. كل حاجه لها حل يا صلاح معايا؟ يبقى من طول بارافين اويل يبقى اليوبريكانت يفر شويه في الدرايتس وفي نفس الوقت منت نعناع تمام. اكتشفوا حاجه ان الكليبسيلا اوزيلي بتموت لما تحط لها سكر زياده فهات حته شاشه حط عليها جلوكوز مركز واعمل لها نيزل باك وغيرها كل يوم او كل يومين فالاورجانيزم يموت ينهبت البراث تمام. يبقى 25% جلوكوز انجليسرين جلوكوز انجليسرين جلسرين ليوبريكانت معايا كنيسه جباك. طيب انت فاكر الثيرويد في الفسيولوجي مش كان البوتاسيوم ايودايد بيستيميليت الثيرويد سكريشن؟ طب ما البوتاسيوم ايودايد بيستيميليت اي جلاند فانا عايز الميوكوس سكريشن يزيد ترجع الميوكوزا تريجنريت طب ما اديها بوتاسيوم ايودايد تقوم الميوكوزا قال ايه؟ قال ايه؟ على فكره كل ده كلام حلمنتيش قال ايه تريجنريت ديزيز ده ملوش علاج اصلا تمام. بوتاسيوم ايودايد ريجينيت الميكوزا. استروجين طبعا فاكرين مايكل جاكسون لما كان بياخد استروجين كان شكله بيبقى حليوه وبتاع. الاستروجين يا جماعه بيخلي كل حاجه مور هيلثي فكونك تاخد استروجين سبراي وده عمري ما شفته في حياتي بيخلي الميكوزا مور هيلثي بيرجعها تاني تريجينيت معايا؟ مش من ضمن الثيوريز استروجين ديفيشنسي؟ اديله استروجين. ميوكوليتكس علشان تدوب الكراست تدوب المخاط الناشف تمام. ايرن وفيتامين ايه مش من ضمن الثيوريز ديفيشنسي. انتي بايوتيك مش من ضمن الثيوري كليبسيلا اوزيني او باسيلس اوزيني اديله انتي بايوتيك تمام. لو تعالج الكليبسيلا اوزيني ادي مهما تدي جميع امراض العالم الثالث ليس لها علاج. جميع امراض العالم الثالث ده مرض عالم ثالث مصر الهند الاكوادور معرفش بس شفته في الهند كتير قوي الحقيقه. لكن اوروبا الشرقيه على فكره فيها بعض دول اوروبا الشرقيه معايا؟ الهند طب روح الهند وانت تعرف انت تعرف قد ايه احنا متقدمين. هو راح الهند رحت فين في الهند؟
لا دي متقدمه. لا 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 روح الباقي، روح من بيه مثلا اللي هي العاصمه الصناعيه، روح وشوف الشحاتين هناك قد ايه والبيوت الصفيح، واقول لك الهند والتكنولوجيا. ده انا في واحده قابلتني تشحن، الشحاتين هناك كتير جدا جدا، فبتقول روبي روبي بليز روبي، قلت لها اي هافنت روبي، قالت لي يو اس دولار، قلت لها اي هافنت يو اس دولار، فعارف قالت لي ايه فيزا فيزا، قلت لها احطها في بقك تطلعها من قدامك. فيعني لا لا زي بور عالم عالم تاني. ايه بس ده هي الهند يا اولاد اماكن معينه مليارديرات، وكل الهند فقراء ومش اغنياء، واخد بالك؟ للاسف يعني. سيبك من الافلام والكلام ده، وعلى فكره ستاتهم شكلها وحش قوي، كانت قرفت اصلا غير اللي بيجوا خالص وريان. انا قابلت انت بتتشاين بالمناسبه، الناس هناك احترام رهيب، اللي هم المتعلمين على مستوى التعلم احترام رهيب. اول ما عارف انك وفد وجاي من مصر واطباء جابوا لك امتبتشان ويمضي لك وبتاع ويقابلك، لا عندهم حكايه ان هم يسوقوا لنفسهم هايل جدا، اكيد حسيت اكيد ده عرفت كده، يسوقوا لنفسهم وعندهم يا اولاد انتماء لوطنهم بطريقه، مع ان ده تلاقيه مسيحي وده تلاقيه مسلم وده تلاقيه بوذي بوذي بلغتهم، تلاقيه بوذي واخد بالك، وواحد تلاقيه ملحد، ومع ذلك كلهم ينتموا لحاجه اسمها الهند. تركب مع سواق تلاقي علم الهند قدامه، تكلمه على انه ايه الهند دي قاره قاره، يعني الهند دي بتفتكر انه ما عندوش انتماء ولا لا، عنده انتماء اكتر منك بكتير بكتير جدا. فهي الميزه ان عندهم انتماء، حتى الشحاتين لو انت شغلت الهند قدامه تلاقيه نسي خالص ان شحات، يعني تقول له هو كل حته في الهند الاقي شحات الاقي شحات، يتقلب حاجه ثانيه خالص. هي ميزتهم كده ان بيحبوا بلدهم، لكن لا الهند عالم رابع او خامس الحقيقه. المهم سيرش الوقت يا دكتور احمد، المشكله ايه في المناخير؟ انها وسعت زياده عن اللزوم، على فكره هي فيشوال سيركل، المناخير وسعت قوي، فكل ما توسع كل ما الهواء يدخل اكتر ينشف اكتر يعمل اطروفي اكتر توسع اكتر وهكذا معايا. طيب يبقى اذا تعالى نضيق المناخير من جوه، نضيقها ازاي؟ نكبر التربلت، تكبر اسمها ايه؟ اوجمنتيشن. تكبر التربلت ازاي؟ راحوا سلخين من تحت الشفه اللي فوق دي ودخلوا من تحت الجلد تحت الجلد تحت الجلد لغايه ما سلخوا السكين اللي على التربلت او الميكوزا اللي على التربلت، اسف، رفعوا كل ده فيس اوف تمام، وراحوا جايبين حته عظمه، عمليه لذيذه، راحوا جايبين حته عظمه، احنا بنعملها في عمليات كتير قوي بس مش هنا، دي ما عملناهاش عمليه الحقيقه لان دي ما بتخفش، راحوا جايبين حته عظمه وراحوا مكبرين بها التربلت. بص انا دخلت من هنا، دي اولاد الشفه اللي فوق، سلخت من تحت سبليفيال انسيجن ورفعت لغايه ما وصلت لهنا، رحت رافع كل ده ورحت حاطط عظمه ومرجع السكين تاني، فالتربلت كبرت. فهمتيها؟ مش افتح من هنا واقعد اخيط واعمل، لا مفيش انسيجن في المنوس خالص، انا فتحت من تحت رفعت كل ده لقيت العظمه متعرق قدام، رحت حق جايب عظمه او كارتريج ورحت مكبر التربلت فيها ورجع تاني. وانا برفع ورجع دي المشكله. طب ما احنا بنعملها البيبيهات احيانا بيحصل نارونج ابريتشر، علشان اكل ده بالعظم لازم ارفع كله وارجع تاني، ايه المشكله؟ ولا حاجه، بس لها كومبليكيشن معينه، النيرف يتقطع بتاع، لكن عمليه لذيذه. ده صار يوكا سوبمنتيشن ببون او كارتليج. فهمتها يا امجد؟ كبرت التربلت. طيب راح واحد اسمه يانج، سبحان الله يا اخي، انت عارف اسم على مسمى يانج، وهو يانج فعلا تفكيره يانج، قال لك ايه؟ انت مشكلتك في ايه؟ مش المناخير وسعت على ناحيتين؟ اه، تعالى على ناحيه اقفلها خالص، ما عادش فيها هواء داخل، تقوم تريحها، تقوم الميكوزا تريجنريت بدل ما الهواء عمال ينشف، وبعد سنه افتحها له تكون خفت، اقفله الناحيه الثانيه. ايوه هي يانج سوبريشن كده، كلوجر اوف وان نوسترين فور وان يير. تمام؟ ايه؟ تقفلها بالسوتشر الايله مع الكولوميلا يخيطها.
يقفلها تماما. ما عادش فيها هواء داخل ريحها. ما عادش فيها هواء داخل ده معناها هيحصل انفكشن. تمام؟ وبعد سنة يفتحها ويقفل التانية. ما انا بقولك تفكيره يوم. وما بتنفعش. عشان التانية تبقى فاتحة على الاخر. ممكن. ممكن طبعا محدش بيعملها. يعني سوبريشن دي بتتكتب بدون محدش يعملها. No good results. تمام؟ الاوبريشن ده مش فاهمه هو هيعالج ايه يعني. دكتوره ايمان هكلمك بلغه السوق. واحده البريست بتاعها صغير بتكبر البريست بايه؟ سيليكون بالونه بتدخل بتنفخ يبقى اسم العمليه ايه؟ اوجمنتيشن. طب انا مش عايز الاسكار يبان في البريست، ايه رايك؟ ما تيجي نفتح من عند الاجزله ونشيل الجلد نشيل ونروح حاطين السيليكون بتاعنا ومرجعين ومخيطين تحت الاجزله. بان حاجه هنا؟ لا، هي دي. فتحت من هنا وقعدت اشيل 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 اشيل، حطيت العظم ورجعته تاني. فهمت اللعبه؟ ايوه. مش العظم ده هيعالج ايه؟ مش اصلا المشكله هيكبر زي ما السيليكون كبر. انت مش فاهماني ليه؟ انا عايز اكبر التربنت تقوم الرومي نوز تدين الكافيتي بقى فيه حاجه. انتوا فاهمين يا اولاد ولا زي ايمان؟ فاهمين؟ قريش فاهمه؟ تمام؟ مش فاهم ايه؟ مش فاهم ايه؟ حط عظمه النص تصغر. انا قلت النص تصغر. الكافيتي ايه؟ مش التربنت اهي يا دكتور احمد جاد؟ تمام؟ ده البوني تربنت وده الميكوزا. اعتبرني